مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نعملو فطور خفيف بالنسبه للعباد اللي تخدم وتروح في القايله تحب تحضر حاجه خفيفه. دونك لهنا حطيت البصل يتقلى، قصيتو كيف ما هكا تنجمو تقصوه دي رونديل تخليوه يتقلى في عقله، ومن بعد نرجعو نكملو بقيه الوصفه تاعنا. لهنا انا خذيت بطاطا غسلتها قشرتها وغسلتها وقصيتها مكعبات كيف ما هكا شوي دين مش خشن برشا. نستنى البصل نتاعي حتى يتقلى ونرجع نكمل نطيبها. كيف تقلى البصل نتاعي باش نزيد البطاطا نخليها تتقلى شوية، من بعد باش نرجع نفوحها. توا كيف تقلى البصل والبطاطا تقليت شويه باش نبدا نطلع. اول حاجه نحط شويه ماء باش الطماطم ما تتحرقليش، باش نحط نص مغرفه طماطم نخليها تدخل في الماء هذاك باش نطوح. نورمالمون نحط معاها الهريسه، ما نحطوش الفلفل الاحمر. انا لهنا ما عنديش الهريسه العادي، مازالت ما حضرتهاش، ان شاء الله باش نحضرها معاك. باش نحط شويه فلفل احمر، اما المستحسن ما نحطوش، نعوضو بالهريسه العادي. باش نحط شويه فلفل اكحل، شويه فلفل كمون، نخليهم يتقلوا نغرق شوي مش برشا. نخلي البطاطا نتاعي تشوف عقلها، شوية طماطم. باهي ماما انتي تتكلم. نخليها البطاطا نتاعي تطيب، ومن بعد باش نعملو العظم. توا كيف البطاطا نتاعي طابت نقص الفلفل دي رونديل، ونحط الفلفل نتاعي نخليها شوية وباش نحط العظم. توا باش نبدا نحط العظم، انا ما نحبهاش مروبه برشا، دونك باش نحط توا نحطو البطاطا هكا. عنا فطور خفيف في ساعة يحضر ما يشدش الليل. نرجع نغطيهم، نحط عليهم شوية فلفل أكحل ونرجع نغطيهم باش يقعدوا لي مراوبين شويه. انتم اذا كان تحبوهم مراوبين برشا تطفيو الغاز، وقت تطيب سالي العجه تطفيو وتحطوا العظم نتاعكم. هكذا يقعدوكم مراوبين بالغدا. العجه نتاعي طاب هاكم، كيف نغطيوهم يقعدوا العظم مراوبين شويه. باش نحط شويه معدنوس، نحطوا اذا كان عندكم فاريونت فلفل فلفل مسير، انتم اللي شنو تحبوا تزينوه. نحطوا شويه زيتون. هذه هي العجب تاعنا نتاع اليوم حضرت، ان شاء الله يكون عجبكم فطور خفيف وبسلامه.